ايه ايه رئيس الجمهوريه بيضرب كف بكفه انا اضمنهم لك الناس يا استاذ ابراهيم وليكم كلكم اللي بتتكلموا عن الراي وتوعيه الناس بتتكلموا على الراي وتوعيه الناس يا سيادة الرئيس ده التنوع والتعدد والاختلاف المشروع والمطلوب والمفروض ويبقى بدون هذا الاختلاف والتراحم في الرأي مع الود والمحبة والإيمان الحقيقي بوطنية كل الأطراف ده اللي هيخلينا نتقدم انما لا انا بصدر على ابراهيم ولا ابراهيم بصدر عليا احنا بنتناور وبنتشاور بنتحاور لكن انا بس عايز بخصوص المعلومه يا استاذ اسامه لان دي حاجه مهمه انا بتكلم على المعلومات سريعا عشان احنا خدنا حق الباقي المتحدثين في كتاب وصحفيين مسجونين في مصر دلوقتي بقوانين العقوبات اللي انتوا بتتكلموا عنه عايز يتفعل وما فيش دوله في الدنيا بتسجن في جرائم النشر غير ثلاث دول او اربع دول في العالم للاسف كلها دول مستبده وديكتاتوريه ولا يجب ان تكون مصر اللي احنا نتطلب ونحلم ونتمنى ان تكون دوله دستوريه ديمقراطيه تكون من ضمن هذه الدول اللي بتسجن في جرائم النشر عاقبوا كما يعاقب العالم المتحضر اعمل لهم مليون جنيه تعويض افرضوا عليهم غرامات مليون جنيه 20 مليون اقفلوا بسائلهم انما لا يوجد حروب عقوبات سالبه للحريه في اي دوله متقدمه في العالم من الصعب جدا ان يقف اعلاميون ليطالبوا بعقوبه سالبه للحريه لصحفيين وكتاب يا جماعه ما ينفعش ده المفروض هنا نطلب العفو عن اسلام بحيري وعن احمد وعن احمد خالد وعن كل هؤلاء مش ان احنا نقول مزيد من التقييد النقطة القانونية اللي احنا بنتكلم فيها مفيش قانون في الدنيا بيصدر يعني مع كامل الاحترام الكلام اللي حضرتك قلته وللاشخاص المنشورين في المسجونين في جرائم نشر انا ما كنتش بتكلم عن جرائم نشر الحقيقة انا بتكلم عن عالم السوشيال ميديا المنفلت تماما اللي اصبح من قوانينه اللي أصبح من قوانينه اللي هو الحق في الخوض في أعراض الآخرين والإساءة ليهم وكرامتهم وده بقى حق مطلق بقت بطولة حضرتك أنا امبارح كنت